مشاهدينا الكرام، للحديث عن الموضوع معنا من الضفة الغربية الباحث السياسي علاء الرماوي. أهلا بكم أستاذ علاء. بداية، ما هي آخر التطورات في المسجد الأقصى عقب أحداث صلاة العيد؟ نعم، بعد التحية لك وللسادة المشاهدين جميعا. من الواضح أن الاحتلال اختار مسارا التصعيد المرة استهدافا للمسجد الأقصى. هذا الاستهداف كما تعلمون يأتي في سياق إعلان جماعات المستوطنين نيتهم الاقتحام الواسع للمسجد الأقصى في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وقفة الشبان المقدسيين بأئمتهم وشبابهم ورجالهم ونسائهم. أفشل مخطط تحويل أول أيام عيد الأضحى إلى كرنفال صهيوني في داخل المسجد الأقصى، سواء بهدف تغيير المعالم أو إعطاء اعتبار بأن المناسبة الدينية أو العيد الديني الإسلامي سيعقب تجمرة دينية صهيونية، مما يخفت صورة المسجد الأقصى في أعين الناس ويعيد الإنذار للذين يحاولون أن يمسوا في مكانة عفوا سلامات المسجد الأقصى. وهذا يعطي بأن المقدسي ما زال متمسكا بمكانة مسجده. الأهم في كل ذلك، عقب ذلك عملية اقتحام كما شاهدتم على وسائل الإعلام التي نقلت الحدث مباشرة، أطلق الجيش النار وأطلق القنابل المسيلة للدموع وحاول أن يغلق بعض مداخل المسجد الأقصى، وكان هناك تهديد من قائد الشرطة الصهيونية بأن تستمر إجراءات التضييق خلال أيام العيد المبارك. ما الهدف من تزامن هذه الانتهاكات مع مناسبات المسلمين؟ نعم، هذه تأتي في سياق المناسبات كما أشرت، مناسبات أعياد المسلمين، وتأتي أيضا في سياق آخر وهو أهم، الفكرة الخالدة عند الاحتلال الصهيوني أو المتواصلة، وهي فكرة التقسيم الزماني للمسجد الأقصى استمرارا لمخطط الشعار الإسرائيلي الذي رفعته جماعات صهيونية بأن إمكانية التهويد المكاني أصبحت قائمة في ظل التطبيع الذي تقوم به بعض الدول العربية التي تستقطب للأسف قيادات الاحتلال، تطبع معها ثم تقيم علاقات على خاصرة القضية الفلسطينية. نحن نقول على الأقل من أكناف بيت المقدس وعلى بواباته أن الحالة الفلسطينية ستبقى منتصرة للقدس، وأن الأمة العربية والإسلامية شعوبا هي قريبة من المسجد الأقصى، لكن حالة التفاعل يجب أن تظل حاضرة، حالة التوثب يجب أن تظل حاضرة، النصرة للمسجد الأقصى يجب أن تتحرك من أجلها الجموع في كافة العواصم. ما لم يكن هناك ضغطا على الحكومات لن يكون الأقصى بخير. أقولها بشكل واضح، ما لم يكن سيول بشرية في العواصم العربية بكليتها لن يكون المسجد الأقصى بخير. أنا طيب ماذا أقول ماذا عن دور السلطة والمنظمات الفلسطينية؟ ألا يجب أن يكون هناك رد فعل تجاه هذه الانتهاكات؟ يعني يعلم السادة المشاهدين، الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية تحديدا قوى المقاومة هي مستهدفة كما أشار تقريركم، الاعتقالات متواصلة، حالة الاستنزاف متواصل، حال القتل متواصل. لدينا فقط من مدينة القدس من أبناء الفصائل المقاومة أكثر من 1100 معتقل على الأقل. عندما تتحدث عن رموز الحركة الوطنية المجاهدة هنا في الضفة الغربية بكليتهم إما معتقلون أو مطاردون أو مستهدفون، أنت أمام استنزاف كبير. عندما يسلم حماية المسجد الأقصى والقدس فقط للفلسطيني تصبح الأقصى يتيم. أنا أقول الأمة هي حالة الإنجاب للمسجد الأقصى وحالة النصرة للمسجد الأقصى. ما لم يكن هناك كما أشرت تحركا، لأن القضية لا تتعلق بالفلسطيني، المسجد الأقصى هو في عمق رواية القرآن الكريم، بل هو صورة من صوره. المطالبة أن تتحرك الأمة كلها لنسجد المسجد الأقصى. نحن كفلسطينيين من 70 عام ونحن نستشهد ونقاتل ونطارد ونعتقل، القضية أننا نحن نقف الجدار الأول في مواجهة المشروع الصهيوني. لكن أنت تعلم، للأسف أقولها، أصبح لدينا من أصحاب الضاد من ينجدون الاحتلال الصهيوني، بل يتحالفون معه، بل ينسقون ويطبعون، وقد شاهدتم بعض
الأفراد من بعض الدول العربية كيف جاءوا مطبعين مع الاحتلال تحت عنوان تطبيع العلاقات. وسمعنا بعض الإعلاميين الذين حاولوا مسخ رواية المسجد الأقصى القدسية من خلال تبهيت صورة المسجد الأقصى في أعين الناس. سيد علاء الريماوي الباحث السياسي كنت معنا عبر الهاتف من الضفة الغربية، شكرا لك.